لو انت عايز تعرف مين هو الحبيب بجد، السند اللي بيبقى دايما يعني حاسس ان هو توأم روحك، بصوا اللي ما بتتكلفش في الكلام معاه، اللي منين ما تحتاجه تلاقيه، اللي مهما كان بعيد المكان، بعيد عن القلب، لا موجود في القلب وفي العين، وقت ما تحتاجه يكون موجود. الزوج او الشريك او الحبيب او توأم الروح او الانا، لما تناديه وتوصل تقول له انا يا انا، هو انت وانت هو، انت روحين في قلب او قلبين في روح واحده. ما بتحسش ان انت محتاج تبرر قدام اخطاء، تبرير الاخطاء يوقعك في حفره، كارثه، تهدم اي مشكله اما تقعد تبرر للاخطاء. هو فاهم انت بتعمل ايه من غير انت ما تشرح اصلا، هو فاهم ما وراء كلماتك، ما وراء بكائك، ما وراء وانت بتعلي صوتك او انت بتنرفزه، او هو فاهم، وانت نفس الكلام، وانت عارفه ان هو ما بيطلب او بيقول او بيعلق هو عاوز ايه من وراء الامر. انا بحبك، انا بغير عليكي، انت بتاعتي لوحدي، كل المعاني دي ممكن تتصاغ بافعال ما يكونش ده مردوده. لكن الحبيب بجد، توأم الروح بجد، فاهم ما وراء الكلام. احنا بنسعى ان تكون العلاقة ما بين الزوجين بالجمال ده، بالكيفية دي، ويبقى العلاقة ان انا افهم انت عاوز ايه بنظرة العين حتى بدون حاجة للكلام. دمتم محبين توائم ارواح مرتاحين، ركوا سواء، مش عايزين مشاكل. السلام عليكم.